دارس. شكرا ليك أحمد. ومشاهدينا الكرام، ده حوارنا الأخير في هذا الصباح، هيكون عن موضوع مهم جدا. أكيد كل الناس من الصغير للكبير للفقير للغني مهتم بيه، وهو مشكلة فاتورة الكهرباء وأسعار الكهرباء الجديدة. ومعانا هيكون ضيفنا الأستاذ سيد حجازي، نائب رئيس تحرير الأهرام ومسؤول ملف الطاقة بالأهرام. أهلا بحضرتك. أهلا بيك وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. أهلاً طبعا أهلاً. عندنا كلام كتير عن الأحمال والأسعار والشرايح وغيرها، لكن خلينا نخرج للتقرير اللي جاي ونرجع لحضرتك. ماشي. التقرير في ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أن العمل بمفهوم الطاقة النظيفة اعتمادا على الطاقة المتجددة يعد أحد المحاور الرئيسية باستراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة، ذلك اعتمادا على تنويع مصادرها. وزارة الكهرباء تبنت خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020، مشيرة إلى أن الزيادة السكانية الكبيرة أدت إلى وجود زيادة كبيرة في حجم الطاقة المستهلكة التي تزداد بمعدل 6.3% سنويا. وأوضحت الوزارة أن هذا النمو دفع القطاع إلى وضع سياسات جديدة للوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة، ومن أهم هذه السياسات إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء خلال 5 سنوات القادمة، وإقرار تعريفة التغذية لكل من الطاقة الشمسية والرياح كجزء من خطة دعم زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة المصري، وأيضا هيكلة سوق الكهرباء وتنويع مصادر توليد الطاقة ومشاركة استثمارات القطاع الخاص محليا وعربيا وعالميا. وبين وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للكهرباء والمتوقع صدوره قبل المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مارس المقبل، مشيرا إلى أن به العديد من المنهجيات الجديدة منها هيكلة سوق الكهرباء، موضحا أن القانون سيغير من شكل السوق الذي سيتحول إلى سوق حر، مع الحفاظ على السوق المنظم لخدمة الفئات الأولى بالرعاية. زي ما تابعنا مشاهدينا الكرام، ده كان تقرير سريع عن موضوع المشروع الجديد للقانون الكهرباء. ونرحب مرة أخرى بالأستاذ سيد حجازي، نائب رئيس تحرير أهرام ومسؤول ملف الطاقة بالأهرام. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. طبعا احنا منتظرين قانون جديد، يعني زي ما قالت الحكومة أنه هيصدر قبل المؤتمر الاقتصادي في مارس القادم. لو تحطنا سريعا كده في أهم بنود هذا القانون. قانون الكهرباء الجديد بعد ما حاولت ان القطاع الخاص يكون مشارك اساسي في انتاج الكهرباء. تمام. فكانت هيئه كهرباء مصر تعتمد على الدوله، ثم تم الغاء هيئه كهرباء مصر وتحويل الهيئه الى شركات قبضه، فاصبح لزاما على الدوله ان تغير القانون وتجعل القوانين المترهله منذ بدء الكهرباء في مصر حتى الان في قانون واحد اسمه قانون الكهرباء الموحد. قانون الكهرباء الموحد يتضمن 86 مادة وبيضم 8 أبواب، هو تنظيم العلاقة بين منتج وناقل ومستهلك الكهرباء. خلينا نبتدي بالمستهلك، ويمكن أكتر حاجة بتهم المواطن يا أستاذ سيد هي الخدمة والفاتورة. يعني عدم الانقطاع، الخدمة والفاتورة. حضرتك بقى كلمنا عن الجزئيتين دول في القانون. الخدمة والفاتورة، الخدمة بتاعت قطاع الكهرباء خدمة حتى الآن تعتبر جيدة وفق المحدودات او المعطيات الموجوده على لديه. يعني مشكله الكهرباء موجوده عندنا حوالي في الشبكه حوالي 30,000 ميجا وات كافيه لتغطيه الاستهلاك، لكن في مشاكل بتواجه الكهرباء في انتاج هذه القدرات، هي تتمثل طبعا والناس كلها عارفه ان هي نقص الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات. تمام. فنقص الوقود اللازم هيأثر على ان الشبكه القوميه الموحده، لان عندنا شبكه قوميه، فبالتالي لو نقص الغاز او السولر عن تمويل هذه المحطات لتشغيلها فبتضطر نلجا لتخفيف. بس السيد، ده معناه ان احنا المحطات اللي موجوده كافيه لتغذيه جميع البيوت في مصر بجميع الطاقه؟ كافيه كلها. امال كانوا بيقولوا في عجز، ده كان بيقال ان في عجز في العجز الموجود مع حضرتك هي 30,000 ميجا، احنا استهلاكنا كله بيكون حوالي 29 او 28 في خلال
الصيف كامل. لكن في عندنا حضرتك تخفف الاحمال ليه؟ تخفف الاحمال ليه؟ لان انت عند حضرتك لما تيجي تقولي انا عندي القدره بتاعت العربيه بتاعتي بتسير على 120 كيلو، انت ما بتمشيش على 120 كيلو، بتبقى على 100، ما بتوصلش لدرجه ال 100. يعني كفاءه المحطات نفسها بتقل كلما زاد عدد تشغيلها. فكفاءه المحطه لو كانت 100% بعد سنوات التشغيل بتاعتها بتكون 86%، تبقى 70%. فبضطر اعمل مشروعات جديده علشان اخلي القدرات تصل ل 100%. فدي برضو مشكله بتواجه شركات الكهرباء او وزاره الكهرباء لجعل هذه القدرات تصل الى وقت الذروه في لهذه الايه القدره. طيب ده بالنسبه للخدمه اللي احنا بنقول ان هي جيده. بالنسبه بقى ان المواطنين في الشهرين الثلاثه اللي فاتوا بيشتكوا بشكل كبير ان فواتيرهم ارتفعت بشكل متضخم، يعني مع ان وزاره الكهرباء قالت ان هيبقى في شرايح، الاغنياء هيدفعوا بشريحه مختلفه والمتوسطين هيدفعوا بشريحه مختلفه والفقراء هيدفعوا بشريحه مختلفه. احنا بصفتنا مواطنين ده حصل فعلا يعني. طبعا انا حضرتك مواطن زي المواطنين اكيد طبعا. هو تالف موضوع زياده اسعار الكهرباء، لكن هي فعلا من 3 شهور او 4 شهور زادت اسعار الكهرباء، والمنوط به زياده اسعار الكهرباء هو مجلس الوزراء. مجلس الوزراء قرر زياده سعر أسعار الكهرباء، بيع الكهرباء للمواطنين وللمصانع وللمحلات التجارية. زاد ليه؟ لأنها قعدت فترة طويلة جدا ثابتة. كان أي حد يجي يقرب للأسعار دي كان البعبع اللي يخوف. المصانع زادت؟ المصانع خلاص خلال الشهر خلال شهر 7 اللي جاي. إن كان الانتقاد إن كان الأولى إن يرتفع هو ياخد نصيب الأكبر من الارتفاع في الأسعار مزاد. هو المصانع مش المنازل. ما حضرتك حصل كالآتي، إن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة في شهر 7 اللي جاي ده ما فيش عليها دعم، هتاخده بالسعر التكلفة أو بالسعر المعلن، بسعر التكلفة زائد هامش ربح بسيط للشركات اللي هتبيعه. يعني أصبح خلاص ما فيش حاجة اسمها دعم للصناعات كثيفة الاستهلاك. ده معناه إن احنا نتوقع بقى إن المنتجات نفسها هتغلى. لا، المنتجات هتغلى، ديت عاوزه بقى جهاز رقابي جاد، لان الناس فعلا زي ما ناس عملت دراسات قالت ان طن الاسمنت كان ممكن المفروض بعد زياده اسعار الكهرباء بالسعر الغير مدعم يصل ل 450 جنيه، بنجد انه يرتفع بيبقى يعني 800. الناس بتلجا كمان لشراء الحديد من تركيا ومن ايه ارخص مننا. هي ازاي هي بقى المشكله؟ الرقابه يعني هي دي المشكلة. هو لما البنزين بيغلى بتقدر تمنع جشع التجار؟ صح، هي دي المفروض يكون فيه رقابه على الاسواق ويقول له من اين لك هذا، تعال وريني المنتج. طيب. والمفردات اللي عندك. نرجع للفاتوره، فاتوره الكهرباء وصلنا لان المنازل بقى عمل شرائح، زياده شرائح الاستهلاك المنزلي قسمها بعد ما كانت 5 شرائح بقت 7 شرائح. 7 شرائح هيبدا من 0 كيلو لغايه 50 كيلو، ده زودها بقت ب7 قروش ونص، يعني اللي يستهلك 50 كيلو يضرب ال 50 كيلو في 7 قروش ونص، دي فاتورته. زائد مش عارف نص جنيه دمغه، زائد فاتوره الزباله. ايه محددات تقسيم الشرائح؟ الشرائح عندي اهي حضرتك، 7 شرائح بتكون 7 شرائح دلوقتي في استهلاك الكهرباء. شريحه اولى وثانيه وثالثه ورابعه وخمسة وستة وسبعة. الشريحة الأولى من 1 لـ50 كيلو بسبعة ونص قرش. تمام. الشريحة الثانية من 51 لغاية 100 كيلو ب14 قرش. عايزين نقول إن الكيلو بكذا، الكيلو بسبعة ونص الأولاني. بسبعة ونص. الكيلو وات في من التانية. من 51 ل100 كيلو ب14 قرش ونص. تمام. طيب. دول شريحة مقفولة، دول محدودي الدخل. وبيمثلوا حوالي 4.5 مليون مشترك. احنا سؤال مهم بقى. حوالي 30 مليون مشترك. حضرتك طيب عشان برضو نسأل السؤال المهم. هل انا مثلا لو اخدت 51 كيلو مثلا هتحاسب او 52 كيلو هتحاسب اول 50 كيلو بالسبعة ونص وبعد كده هبدأ الشريحة اللي بعديها هتحاسب الاتنين كيلو الزيادة بالاربعتاشر ولا الاتنين وخمسين كيلو هيبقى بالشريحة الجديدة؟ زي ما حضرتك قلت بالظبط، لان دي برضو تهم الناس كتير. في الشريحة الاولى والتانية الشريحة الاولى والتانية مغلقة بقى على محدود الدخل دول. تمام. خلاص خلينا في التالتة بقى. التالتة من واحد لو انت جبت بقى 101 كيلو تمام هتحاسب بالشريحه الثالثه اللي هو من 1 كيلو ل200 كيلو، هيبقى سعر الكيلو 16 قرش. يعني دي هتبقى من 1 كيلو ل200 كيلو بسعر لو انت زدت عن 100 كيلو بسعر هيبقى بسعر 16 قرش. تمام. من 201 كيلو ل350 كيلو ب24 قرش. هبدأ من الزيرو لل300 ولا من 101؟ تدريجي بقى من 101 بعد التمام. تمام. من 100 يعني احنا قلنا الشريحتين الاولانيين مقفوله، وبعد الثانيه والثالثه دي هنبدا بقى اللي هيجيب من 1 كيلو لغايه 200 كيلو هيبدا ب 16 قرش. تمام. ليه بقى؟ لان الاولانيين دول هيبقوا محدود الدخل اللي هياخدوه اللي هم الناس اللي استهلاكهم على قدهم. بعد كده 201 ل350 ب 24
24 قرش الكيلو، 351 ل 650 ب 34 قرش للكيلو، من 400 من 651 ل 1000 كيلو 60 قرش، اكثر من 1000 كيلو هيبقى ب 74 قرش الكيلو. طيب واحد عنده فاتورته 1000 كيلو، دي الشريحه السابعه، السابعه، واحد عنده 1000 كيلو هيبدا يحاسب من اول 200 كيلو الاولانيه ب 16 قرش، يضرب بعد ال 200 يضرب في 24، بعد ال 350 يضرب في 34، بعد ال 601 تصاعدي، يعني نظام تصاعدي، تصاعدي كده لغايه ما يوصل لك. طيب السؤال، انما الدعم اللي بتقدمه الدوله للناس، كنت هسالك السؤال ده، الناس اللي بتقدم دعوه حتى 650 كيلو، حتى 650 كيلو، لان سعر تكلفه الكيلو 48 قرش على شركات الكهرباء، اضافه له دعم البترول اللي واخداه شركات الكهرباء من البترول، من البترول. طيب انا عندي السعر العالمي، عندي سؤال بعد اذن حضرتك يا استاذ سعيد، عشان ننور الناس عشان ننور الناس، ايه الاستخدام اللي يعلي الشريحه بتاعتي يوصلني ان انا ادفع مبلغ اكبر؟ ايه طريقه الاستخدام؟ ايه ايه الممارسات الغلط؟ الغلط ان انت حضرتك لو عندك ثلاجه المفروض ما تفتحيش باب الثلاجه اساسا الا ما تعرفي انت هتجيبي منها ايه، تفتحي تاخدي الحاجه وتقفليها ما ادانهاش مفتوح. الغساله، ايه اكتر اجهزه بتسحب؟ الغساله الاوتوماتيك، التكييفات، الغلايات الجديده، الغلايات اللي هي الجديده بتاعت الشاي دي، والافران، الافران الكهربائيه، لان لما كان ما في مشكله غاز كانت الناس بتستخدم، يعني اقل حاجه بتسحب كهرباء الاناره العاديه دي، الاناره العاديه دي، ولو حولناها للموفره الجديده هتقل جدا. هي حضرتك دلوقتي الحل الوحيد لمصر الان عشان ترشد استهلاك الكهرباء وتبقى ما فيش مشاكل للصيف اللي جاي، اللي انا مش متوقع انه يعدي على خير برضه، لان في مشاكل كتير هتواجهنا، لان انا قاري المشهد كويس جدا، لان اذا كان في الشتاء هيعدي على خير في الاسعار ولا في انقطاع تيار الكهرباء؟ بس الانقطاع يعني بقى اقل، يعني بقى اسعار كتير جدا، الانقطاع اللي كتير جدا وناس كتير ما عادش بتشتري. أيوة عشان الشتاء، بس في الشتاء تكييف، بس برضه في حاجه اسمها تخفيف احمال، توصل تلاقي حاله الشبكه 450 ميجا. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه برضه، الشتاء ما بيفرقش عن الصيف، انت دلوقتي لما الدنيا بتبرد قوي الناس بتجيب دفايات كهرباء، دفايات وبتستهلك اقل حاجه. طب انا عايز اسالك سؤال وترد عليا بصراحه، المؤشر اللي معمول على الشاشات الخاص بتخفيف الاحمال الكهربائيه، هل الناس بتستجيب؟ يعني احنا برضه من ضمن المشاكل اللي بنقولها ان للاسف المواطن نفسه ما عندوش ثقافه ترشيد الاستهلاك، ولو ما اتضغطش عليه واتقطعت الكهرباء عنه مش هيتصرف تلقائي من نفسه ان هو هيحاول يخفض منها. لا انا بس الجزئيه دي عايزه اكملها يا حسام، فهل فعلا احنا عندنا مشكله دي، ولا بالتجربه في الفتره الاخيره في استجابه من المواطنين ان فعلا لما بيكون في استدعاء ليهم ان هم يقللوا من الاحمال يعملوها طواعيه بدل ما الحكومه او الدوله تلجا انها تقطع عنهم التيار الكهربائي؟ انا عن نفسي انا بلجا لموضوع تخفيف الاحمال ده، لان انا فعلا اللي انا بستخدمه بولعه، لمبه في المكان الفلاني ملهاش اي لازمه وفايده بطفيها، المفروض التلفزيون اللي شغال على طول، دي او حضرتك الغساله اللي محطوطه طول في الفيشه. لا انا بتعاطي الشعب كله، مش بتكلم عليا وعلى حضرتك، احنا برضو الى حد ما يعني في قدر من الوعي. زياده الاسعار، زيادة الأسعار ممكن تخلي الناس تستجيب، زيد على ذلك إن في عندنا الناس برضو عندهم ثقافة إن أنا ما أنا بدفع، يعني تبص تلاقي محل عصير أو محل إلى آخره عامل لي 50 60 لمبة وتيجي تكلميه يقول لك ما أنا بدفع فاتورة، ويمكن يكون سارق كهرباء. أنت لو أنت ما السرقات دي هنتطرق لها، ما إحنا عايزين نتطرق لها حضرتك. لو أنت طفيت اللمبات اللي هي اللي موجودة ديت ممكن تولعي بيت تاني، يعني تدي فرصة لإن بيت بدل ما كنا نخفف عنه الكهرباء إنه يولع وينور. فالناس لا ما عندهاش استجابه للحاجات دي، ان الكهرباء دي اصبحت عندهم كالماء والهواء. طيب. واحنا عاوزين يعني فعلا الكهرباء اصبحت جزء اصيل من حياه الشعب. ليه بقى؟ لانها مستخدمه في كل شيء. طبعا. في كل شيء. طبعا. يعني انا النهارده لو عاوز تطلع اسانسير، لو عاوز تنور، لو عاوز تشغل انت موبايلك اللي بتتكلم بيه لو ما شحنتوش بالكهرباء خلاص. فكل شيء. طيب. اصبحت كالماء والهواء. استاذ سيد، نقطه برضو الفاتوره، هل فاتوره التجاري اللي هي المحلات اللي احنا كنا بنتكلم عليها مازال عليها دعم زي المنازل؟ عليها دعم. ليه بقى؟ اللي بياخد عندنا فاتوره المحلات التجاريه عندها خمس شرايح، الشريحه الاولى من كيلو ل 100 كيلو ب 30 قرش. من الشريحه الثانيه من كيلو بقى دي مقفوله، دي مقفوله، ياخد 100 كيلو خلاص ده محدود برضه. كام؟ 30 قرش؟ 30 قرش كيلو. الشريحه الثانيه من كيلو ل 250 كيلو بقى اللي يجيب 101 كيلو يتحاسب بالشريحه الثانيه ب 44 قرش، يعني الدعم بتاعه حاجه بسيطه كده شويه. يعني حضرتك بعد كده 251 ل 600 ب 59 قرش، في بيحقق هامش ربح للشركات. 601 ل 1000 ب 78 قرش، عندنا اكثر من 1000 ب 83 قرش. ده بالنسبه للمحلات. بالنسبه للغاز بقى،
برضه هيبقى في ارتفاع بقى في الاسعار. ما كل حاجه يعني اصل الغاز اصل احنا داخلين على حاجه ان احنا هي بيبقى في عدوى بقى عدوى الشرق ان عمليه ان كل شيء بيزيد فكل شيء ان احنا بنرفع الدعم بشكل ما عشان نوفر هو الدعم حضرتك زياده الكهرباء هدناتها لمده 5 سنين بدانا بالسنه ديت يعني في 1/7 اللي جاي برضه هتزيد اسعار الكهرباء لمده 5 سنين لكن هيبقى الدعم حوالي 8.9 مليار جنيه للطبقه المحدوده الدوله هتدعمها فعمليه الدعم دي هتستمر للمحدود الدخل فقط اللي هم المجموعه اللي بتاخد بتستهلك كهرباء قليله فاللي عاوز يستهلك قليل يستهلك يعني انت دي عمليه إجبار نرجع بقى لموضوع الترشيد تاني عشان يرشد الكهرباء يرشد الكهرباء ازاي انه يستخدم الاجهزه او الاناره الذي يستفيد منها فقط ولا يعني النهايه عايزين نقول ان عدم الاهدار عايزين نكون سمه في تصرفاتنا مع الكهرباء مع الميه مع الجهد مع كل حاجه عندك حضرتك الموضوع في جمله بعد اذن حضرتك لان الوقت موضوع اللي هي المنازل المقامه فوق تحت اسلاك الضغط العالي والناس في الفلاحين او في اطراف المدن واطراف القرى بيعانوا اشد المعاناه ويوجد عمليات صعق وموت وكل شيء فبالنسبه هي بتسبب امراض السرطان وغيره امراض زي ما بيقولوا ولكن لم يثبت حتى الان ولكن فعلا الناس ديت هي اخطاء طب ده على الدوله ولا على الناس مسؤوليه الدوله ولا مسؤوليه الدوله ان هم سابتهم بينه في المكان ده طيب هم بينه بنسال احد المواطنين بناتنا يقول لي ما هي كان السارق ليل وده امكانياتي لها الدوله وفرت له مسكن كويس يعيش فيه لكن هو لجأ للارخص الموضوع ده كمان مهم جدا اسلاك عريق يجب ان نشد المحافظين بعمل دراسه لنقل هذه البيوت خارج المناطق السكنيه الاسلاك دي لتحويلها لكابلات ارضيه على حساب المحافظات او حساب شركات الكهرباء او خارج المناطق اللي فيها سكن وفيها مدارس يعني ده نداء مهم جدا بنشكرك عليه استاذ سيد حجازي نائب رئيس تحرير الاهرام ومسؤول ملف الطاقه بالاهرام ومتشكرين على وجودك معنا شكرا جزيلا دي كانت المحطة الأخيرة مع حضراتكم النهاردة في هذا الصباح بالتأكيد الأيام قادمة وفرق عمل أخرى من 8 و11 صباحا بتوقيت القاهرة شكرا لكم وشكرا لك يا ريهام شكرا لك صباح الخير عليكم باي باي